حياكم الله، تعالوا 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 يلا. ترى وايد صعب لأن عندي وايد أشياء خذيتها من بيت أمي، وايد أشياء خذيتها وكلهم فينتج ومن الثلاثينات والأربعينات وأشياء وايد قديمة. بس أتوقع الشيء المفضل السدو، لأن السدو وايد قديم وخذيته من بيت أمي أول ما هي يعني كانت رايح أمريكا، فقلت إنه خلاص أحاول أخذ شوية من أغراضها. فالبيلوز عندي سدو كذا أماكن بالبيت، وأتوقع إن هذول المفضل بالنسبة لي. يعني أنا بطريقة لبسي أحب أغير وايد، يعني ما أحب ستايل معين، ما أحب شيء واحد، ما عندي لون مفضل when it comes to الأشياء اللي وايد أحب ألبسها. ونفس الشيء بالبيت أحب أغيرها وايد، يعني أشوف البيت كجزء من شخصيتي، وكل ما حاسة بشيء أحب أغير البيت عشان it makes sense مع الشخصية اللي أنا قاعدة أمر فيها الحين. فالبيت دائما يتغير. I don't like anything permanent. ما أحب شيء static وبس، ما أقدر أجيسه مرة ثانية، ما أقدر أغيره. أنا ما أشوف هالشيء بالتصميم الداخلي. أحس إنه وناسة إنه أغير اللون، لون السقف، لون الكاوتش. فإيه الفاشن والبيت دائما يغيرون. فهذا الشيء اللي I think it works. أحمر، أتوقع أحمر. أنا وايد أحب الأحمر مثل ما تشوفون على الطوفة هني، وايد أحب الأحمر. البيلوز في وايد منهم أحمر، الزوليب أحمر، في وايد أحمر وفي وايد أخضر، فيعني أحمر وأخضر أتوقع هالثنتين. صعب إني أختار لون واحد، وايد صعب. ما أدري شنو الكلمة بالعربي صعبة، بس يعني إكلكتك إكلكتك و وايد فينتج، بس يعني نفس الوقت في شيء مودرن عليها. ما عندي كلمة، حتى كلمة واحدة بالعربي ما ضبطها، بس يعني it's eclectic. Eclectic و vintage. في وايد أشياء بس ما أقدر أقولها على الكاميرا. يعني أخذ راحتي بزيادة بالبيت وأنا بروحي، ويصير وايد لأن يعني عندي أسبوعين مع عيالي، فيعني لويا بالبيت. وعندي أسبوعين هم مع أبوهم، فهادي البيت وايد هادي، فأحس أشغل الأغاني كلها، وايد أخذ راحتي. لما ندش أي غرفة وايد ما أخذ راحتي. ماسكس دانسينج، وايد أحب أرقص بالبيت بروحي. أن هذا الـ PG version حق أونلاين.